صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك على راديو أسود. الله يبارك فيك. اش اخبارك؟ الحمد لله بارك فيك الخير. كي دايرين مع الصيام في رمضان ومراكش وحنا عارفين كاينه الحراره؟ قالوا اليوم يمكن عندكم شي 42 درجه. ايوا مراكش معقول اللي جا فيك يجي فيك ياك. اي والله يعاونكم، الله يلطف بينا. امين ربي يخليك. مرحبا اختي رحمه، تفضلي. عندك شي واد الكيك؟ هي عندي كيك بعصير الليمون. الكيك بعصير الليمون هذا انت دابا ان شاء الله في رمضان تقترحي السيده ممكن تقدموا فاش، في الفطور ولا في السحور؟ لا في السحور ان شاء الله. في السحور ان شاء الله. بسم الله. عندي 5 ديال البيضات. نعم. كاس ديال السكر ديال سنيده، 2 ديال الفاني. غيب شويه علينا رحمه باش نتبعوك. اذا 5 ديال البيضات، كاس سكر ديال سنيده. نعم. جوج ديال الفاني. نعم. عندنا كاس نص كاس ديال الزبده مذوبه مع نص كاس ديال الزيت. نص كاس ديال الزبده مذوبه. نعم. نص كاس ديال الزيت ديال المائده. عندنا 3 ديال الكيسان ديال عصير الليمون. شحال ديال الليمون؟ البرتقال. لا شحال؟ شحال؟ عندنا كنطربوا هادشي كنخلطوا. رحمه الا سمحتي لي، شحال ديال الليمون؟ ما سمعتش. 3 ديال الكيسان ديال الليمون. 3 ديال الكيسان. لان راه الخط شويه ما واضحش الهضره ديالك، داكشي علاش كنسولك. دابا مزيان. 3 ديال الكيسان ديال عصير الليمون او البرتقال. كنخلطوا هادشي وكندخلوا كنزيدوا الدقيق الفول حسب الخليط، يعني حتى تعقد هاد الكيكه. كنديروا خماره ديال الحلوه. وعندنا 200 غرام ديال غبره ديال الكاكاو. نعم. وعندنا حبه ديال الشكلاط اللي بغاهم حسب الذوق. كنديروا في واحد البلاصه كنديروا قشور ديال الليمون ديال ديك الليمون اللي عصرناه كنعسلهم شويه. نعم. كنديروا القرقاع واللوز مهمشي. كي كتعسلي القشور ديال الليمون؟ نعم. كي كتعسليهم مع شويه ديال السكر؟ اها. وكديري شي قطيره ديال الماء ولا قطيره ديال العصير ديال الليمون نيت؟ لا قطيره ديال العصير ديال الليمون نيت. وكنديروا القرقاع واللوز مهمشي. نعم. والزبيب. وتبارك الله، هادي مولاتي الكيكه ديال السحور. هادي مغذيه مزيان. المهم كهادشي كنحطو حيت كنكملو كنخلطو هاد المقادير كاملين كنحطو في الفرن حتى يطيب. نعم. البنين اللي بغى القرقع واللي بغى يدير الكناش. ولا الشكلاط اللي بغى. اييه. كتعرف الذوق. نعم. وكنقدموها بالصحة والراحة. تبارك الله عليك يا رحمة. تبارك الله عليك. شكرا. وأنا راه من مراكش عندي 20 عام. إييه متشرفين. والله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما تمنيت إن شاء الله. آمين يا رب العالمين آمين. مشاركة ليا. نعم. هذه أول مشاركة. وحنايا غادي نعطيوك عربية.